مشاهدينا، ولتسلط الضوء على ملف عودة قادة أوكرانيين أسرى من تركيا إلى كييف وتداعيات ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أغلو. مساء الخير. مساء الأنوار، مرحبا. أهلا بكم. بداية، كيف تفسر موافقة تركيا على خروج 5 من قادة كتيبة أزوف الأوكرانية إلى كييف، وخصوصا أنه لم تنتهي الحرب وجاءت هذه أو جاء القرار بعد زيارة زيلينسكي إلى أنقرة؟ طبعا هناك اعتبارات مزدوجة بالنسبة لتركيا، يعني بمعنى أن لديها مصالح مع أوكرانيا ولديها مصالح مع روسيا، ولذلك هي في نفس الوقت لا أظن أنها كانت قادرة على رفض هذا الطلب بالنسبة لأوكرانيا، وأظن أنه نوع من مد اليد أو يد العون إلى أوكرانيا، ربما لأن في الفترة الأخيرة لم تشهد أوكرانيا بالهجوم المطال مثلا أي نتائج إيجابية لصالح الرئيس زيلينسكي في الداخل الأوكراني، وفي هذا التوقيت أظن أنه كهدية للسيد زيلينسكي، ولذلك لاحظنا أن يعني عندما استعراض نوعا ما في التويتر وكيفية استقبالهم وإلى آخره، وهذا نقطة إيجابية لصالحه وكأنها هدية من تركيا إلى أوكرانيا. أيضا النقطة الثانية، مسألة الحرب متى ستنتهي، هذه قضية واضحة أنها مشكلة طويلة ولا يوجد لها حل، خصوصا أن هناك خلاف قانوني إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل، هل هي حرب أم هي عملية عسكرية، لذلك هنا على روسيا أن تغير ماذا تريد في هذا الاتفاق. والنقطة الثالثة، إذا كانت روسيا تخشى من عمدتهم من القتال ضد الجنود الروس، ربما يكون هناك أظن شبه تعهد أو موافقة بعدم عودتهم إلى ساحة القتال، وهكذا ستبقي يعني تركيا تخرج من الحرج أمام موسكو. وأخيرا، نحن على اجتماع قريب جدا لحلفاء الناتو، ربما نوعا ما ممكن نقول رسالة من تركيا لحلف الناتو بأنها ما زالت قوية على خط الحرب الروسية الأوكرانية وتريد البقاء وبشكل قوي وفاعل في هذه الحرب أو هذا التواجد الجيوسياسي والسياسي بالنسبة لتركيا في الأزمة الأوكرانية. هنا أيضا روسيا تقول أن الإفراج عن الأسرى الموجودين داخل تركيا تم بدون علم موسكو، هل ستصعد موسكو برأيك الحوار أو حدة الحوار مع أنقرة، أم هي تخشى أن تفقد الشريك المتوازن أنقرة؟ هو الحقيقة أنا أراه أكثر يعني تسجيل موقف لصالح موسكو، يعني هي طبعا منزعجة نوعا ما، لكن بالتأكيد لن تقول تركيا لروسيا أننا سنفرج عنهم أو ستأخذ الإذن مثلا، هذه أمور سيادية نوعا ما، وتريد تركيا أيضا إيصال رسالة إلى روسيا لأن هناك بعض الأمور يعني لا تستطيع تركيا أن توافق روسيا فيها، هي كانت يعني مرحلة ومرحلة، كل مرحلة يكون لديها معطيات ومتغيرات على ضوئها تتحرك السياسة والمصالح السياسية لأي دولة، وهنا أنا أظن أن تركيا من مصلحتها أن تعيد هؤلاء إلى أوكرانيا. الرفض الروسي، لأن يعني روسيا صنفتهم في خانة الإرهاب، لكن هذا لا يعني تركيا في شيء، ماذا؟ لأن هذه الكتيبة هي منضوية تحت وزارة الدفاع الأوكرانية، ولذلك هنا يوجد مشكلة قانونية أيضا بالنسبة لتركيا، هؤلاء ليسوا إرهابيين، هم يتبعون وزارة الدفاع الأوكرانية. ربما بالنسبة لروسيا هذا شيء خاص في الداخل الروسي، ولكن بالنسبة لأمور الإرهاب هي يجب أن تكون مصدفة في الأمم المتحدة، في الاتحاد الأوروبي، الخارجية الأمريكية، هذا معروف. يعني هنا أنا أظن أن يوجد ثغرات ممكن أن تخرج منها تركيا في هذا السياق، لكن أنا أظن إذا كان هناك ربما تعهد أو عدم عودتهم إلى مجال الحرب أو الحرب ضد روسيا في هذا السياق، ربما يخرج تركيا من الحرج من روسيا وممكن هذا الموقف الذي سجلته موسكو على أنقرة. في هذا الإطار، هل يراهن الغرب على توتر العلاقة ما بين أنقرة وموسكو حتى وإن كان الثمن أو انعكاسه على اتفاقية الحبوب وتداعيات ذلك الكارثية على مستوى العالم وأوروبا بالتحديد؟
هنا فيه عدة ملفات مرتبطة في بعضها، ولذلك لا أظن أن أحدها سيكون تماما على حساب الآخر. بمعنى تركيا أيضا سجلت موقف عندما قال رئيس أردوغان نحن لا نريد تمديدا لشهر واحد، نريد تمديدا واضحا 3 شهور وأربعة شهور. إذن هذا بين السطور رفض تركي لبعض الأفكار الروسية بأنها إما توقف هذه الاتفاقية أو تقننها تقللها. هذا رسالة واضحة مبطنة من قبل تركيا، لأن الضرر أولا سيعود على تركيا. أيضا تركيا تحتاج إلى القمح والزيوت الأوكرانية، وأيضا نفس الشيء الروسية وحتى السماد، وتعتمد عليهم بشكل كبير لخفض التضخم الكبير في الداخل التركي. النقطة الثانية، في لا تريد تركيا أن تخلط مسألة الحبوب في مسائل أخرى، لأن هذه القضية مرتبطة في مسألة الهدوء المستمر حتى الآن في البحر الأسود، والموقف التركي في مسألة الدردنيل والبوسفور، والذي منع أيضا من دخول سفن عسكرية حتى للناتو. هذا لصالح أيضا روسيا وتهدئة في المنطقة، وهذا يعني تريد تركيا أن لا تصعد روسيا في هذا المجال، وإلا ستكون الموقف سيء لصالح تركيا في هذا السياق. أنا أظن أن موسكو علاقتها مع أنقرة واسعة جدا في كثير من المجالات، يعني تركيا تمد أنقرة بالسلاح بأن بالبيرقدار مثلا، بعض الأمور الأخرى. لماذا لم تنزعج أكثر موسكو من هذا السياق ولم تذكره حتى؟ إذن هناك توازن، وهذا واضح في الصياغة. قال هنا رئيس أيضا أردوغان نريد يعني توازن عادل. بعد ساعات من قرار أنقرة الإفراج عن الأسرى الأوكرانيين، بحث وزير الخارجية الروسي مع نظيره التركي تطورات الحرب في أوكرانيا. هل يعد ذلك مؤشر على عمق ثقة موسكو بأنقرة كوسيط حقيقي لإنهاء مسار الحرب من خلال تركيا؟ أنا أظن أن صعب أن تكون تركيا وسيط الآن، بسبب أنها يعني جزء من الناتو، ويعني هناك مشاكل متعددة أظن بالنسبة لتركيا. هل لديها أوراق ضغط على موسكو؟ هل لديها أوراق ضغط على أوكرانيا؟ هذه أيضا ليست موجودة بشكل كبير، لأن الغرب سحب أغلب الأوراق إلى صالحه بالنسبة لأوكرانيا، والصين سحبت أيضا أوراق مهمة جدا بالنسبة لموسكو لروسيا. إذن تركيا بقي لها الموقع الجغرافي والجيوسياسي وحتى المكانة التي تقوم بها في الوساطة كعلاقة، ليست الوساطة لحل الحرب. هي تريد أن تكون لها وساطة، لكن أنا أظن الآن بعد 500 يوم من الحرب بين الطرفين تقل القوة الفاعلة بالنسبة لتركيا كوسيط. لكن يبقى لتركيا دور مهم جدا، وهو مسألة التوازن في المنطقة، إبقاء قنوات الحوار السياسية على أقلها مفتوحة بين الطرفين الروسي والأوكراني عبر تركيا، المجال الإنساني الذي تقوم به، مجال الوساطة في أمور متعددة كوساطة الأسرى، وساطة ربما الأمور المالية، وساطة التنقلات، كثير من الأمور تكون فيها وساطة. لكن كوسيط ثقيل له وزنه ويمارس ضغوطا لإيقاف الحرب بين الطرفين، يعني أظن الآن هذا الدور أكبر من تركيا، أصعب عليها. لكن إذا أراد أحد الطرفين من ذلك ممكن، هذا وارد يعني، لكن ما لم يطلب أحد الطرفين أنا أظن الوضع يعني صعب على تركيا نوعا ما. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن أنقرة تقف على مسافة واحدة من روسيا وأوكرانيا كذلك، هل يمكن لأنقرة أن تستمر بالبقاء على مسافة واحدة رغم التذبذبات التي حصلت بالمواقف ما بين الناتو وما بين روسيا وما بين أوكرانيا؟ هل يمكن بعد 500 يوم من كثير من الأحداث التي مرت أن تبقى أنقرة على مسافة واحدة من كييف وموسكو؟ يعني بإعطائها هؤلاء القادة إلى أوكرانيا هي أثبتت ذلك، وتحديدا إلى روسيا، بأن هي على مسافة واحدة. هناك مصالح أوكرانية يجب احترامها، ومصالح أوكرانية روسية تركية يجب احترامها، ونفس الشيء المصالح الروسية والمصالح الروسية التركية. لذلك هو هناك عدة جمل مهمة جدا، ليست هذه جملة وحدها المسافة الواحدة. هو قال أولا جملة هذه مهمة،
هو أن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في الناتو، وفي نفس الوقت قال لابد من إيجاد السلام العادل. يعني هذه كلمتين أظن مهمتين جدا، بمعاني كثيرة. كيفية هذا السلام العادل؟ يعني يجب أن يكون هناك حوار وقنوات حوار مفتوحة، ومن طرف يؤيد حقوق والمخاوف الأمنية والسياسية والجيوسياسية وكل شيء، سواء لأوكرانيا أو لروسيا. وتركيا قادرة على وتتفهم هذا الموضوع. والسلام العادل أيضا يعني كيفية هذه الأمور، يعني جزيرة القرم واتباعها بعض الأراضي في أوكرانيا، لابد هناك من جلوس. يعني لا يمكن أيضا أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، هناك بعض من أراضيها في اليد الروسية. هل ستدخل أوكرانيا وبعد ذلك يصبح صدام روسي مع الناتو؟ يعني هناك كثير من القضايا يجب حلها قبل يعني مشروعية دخول أوكرانيا في حلف الأطلسي. الباحث السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أغلو، كنت مع إعلام إسطنبول، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.